السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الكيك اللي هو بسيط، ديال المقلاه ماشي ديال الفران. بالنسبه للاخوات اللي ما تيكونش عندهم فران ديال الضوء اولا ديال الغاز، اولا تتكمل لك البوطه كتبغي ديري شي كيكه ديرها في المقله كتجي رائعه بحال ديال الفران. المهم عندنا هنايا يعني هاد الكيك غير جوج بيضات، بجوج بيضات يعني غادي دير واحد الكيكه عائليه. جوج بيضات، عندنا نص كاس ديال الزيت، نصف كاس، كاس ديال الحليب ما يكونش بارد، كذلك البيض ما يكونش بارد. عندنا هنايا كاس الى ربع ديال السكر، عندنا واحد ملعقه كبيره ديال المربى، الا ما كانش تقدروا تحكوا بحامض او البرتقال، هذا المربى ديال البرتقال. عندنا واحد فانيليا، جوج خمارات، وغنديروا الدقيق غنعبروا بهذا الكاس. كاس نفس الا بغيتو ديروا شي كيكه ما تديروش كاس كبير كاس صغير، ديروا كاس واحد باش تعبروا جميع المكونات. دو على بركه الله كناخذوا هذا البيض، ها جوج بيضات، درت فواحد القبيصه ديال الملحه، ومن بعد غادي نديروا السكر كنضربوا مزيان بدون خلط كهربائي، غير بالليل نخلطوا السكر مع البيض مزيان، نزيدوا هاد الفانيليا. دابا غادي نديرو الزيت بعد ما خلطنا السكر، نخلطو مزيان. ما خلطت الزيت مع البيض يجي على هذا الشكل، كنزيدو الحليب، كنديرو المربى، تنخلطو الحليب مزيان، ديرو هاد المربى واحد ملعقة كبيرة اولا جوج معالق كبار، المهم كنضيفو المربى. خلطنا الحليب، دابا غنزيدو الدقيق واحد الكاس الاولاني كيكون مغربل، تنديرو جوج خمارات، المرة الاولى 16 غرام 8 8، كنخلطو مزيان. ثاني اخواتي، بالنسبه للدقيق درت جوج كيسان ونصف، زدت نص كاس هو يعني على حسب الدقيق اللي كيشرب كل ما كيشربش كيجي قوام على هذا الشكل. هذا جوج كيسان ونصف يعني كاس عامر. حنا غنديروا فيها الكيكه، غندهنها بالزيت باش ندير فيها الورق ديال الزبده الشايط تلصق ليا لتحت باش تحرك، وغادي هنا حتى هي بالزيت باش نبغي نهز الكيك نتحكم فيها بهكا بهاد الورق مدوره. بقى نديرها في هاد القله، القله متكونش ما تكونش كبيره ما تكونش صغيره، يعني هاد الكيكه حجم متوسط، ما صغيره ما كبيره. شوفوا راه ثقيله، ديال الحديده وسخنتها مزيان باش نحطو عليها هاد المقله، تتكون سخونه ومن بعد غادي نقصو عليها تكون عافيه مهيله ما غاديش تكون مجهده. كما كتشوفوا دابا نقص ليها تكون ناقصه بحال هكا، ونخليوها حتى كطيب من التحت ونطلقوها من بعد. نغطيوها بعدا بشي يعني بشي غطا. شوفوا اخواتي راه تنيت هذا الورق، من باش يدير هذا الورق بلاش ماشي ضروري، يعني تقدروا ديروا دائري لتحت صافي ما يكونش طالع. نغطي بهذا الشكل بس كما كتشوفوا دابا هي تنفخات، يعني بدات كطيب مع هاد الغطاء، راه نفخات ووصلت للغطاء مش مشكل. نغطيو عليها حتى وكانت تنشف العافيه كما قلت لكم هيله.
كما كتشوفوا درت الغطا واحد اخر لان الاخر لصق مع الكيك. دابا راه طابت من التحت، هانتوما غادي تجي ساهل باش نحيدوها. غادي نحيدوها دابا نقلبوها باش طيب من هاد الجهه. اخواتي خديت واحد الورق واحد اخر باش تحط الكلا قلبها. هانتوما راه طايبه، من بعد غنحطها هنايا. كنحيد ليه هذا ولا نخليه؟ هانتوما راه طايبه، بلا ما نحيدو نخليه ونحطها فهاد. كتجي ساهله الا درتو هاد الورق. بغيت تحركو هكا حتى كتنزل تقاد. دابا نخليو نديروها في البوطه نفس المهم تشوف القياس ديال البوطه اللي درت. هانتوما حطيتها، درت هاد القياس يعني راه كتبقى بشويه يعني بلا ما تغطيوها، يعني الا تغطيوها باش المهم تحافظوا عليها. بالنسبه لها هكا يعني ما غاديش تنفخ مازال، صافي راه طابت خصها تحمر. الكيك ديالنا هو هذا منين طاب، يعني حتى بردات حيت هذاك الورق كتجي محمره من فوق، وعلى حسب المقله اللي كانت كطيب مقاده راه كتحمر لكم بحال هذا الشكل مقاده. وهذا هو الوجه التحتاني، الفوقاني هو هذا اللي درتو لتحت. المهم كتجي ها نتوما رطبه، خلوها هنا طبسي. غنصوبو ليك الصلصه ديال الشكلاط. كنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، واحد الطريفات ديال الزبده تقريبا معلقه كبيره، وكاس الحليب ديال العنبه، كاس عادي ديال العنبه، وكذلك الشكلاط. اختارت انا الشكلاط اللي فيه، اختاروا اللي فيه اللوز او اللي فيه الفستق اللي كاين او الكاوكاو. المهم هذا ماشي شكلاط عادي مخلط، غادي نذوبو نخلطو مع الشكلاط ديال واحد الصلصه خفيفه. لازم هاد النوعيه هذا كيكون في بيم. غنخلطو ونديرو الحليب، غندوب مع الزبده، من بعد نديرو الشكلاط. بما يسخن هاد الحليب نديرو الشكلاط. شوفوا ها نتوما الزبده كيفاش كتذوب. كما كتشوفوا الزبده دابت كليا. دابا غندير داك الشكلاط، غادي يذوب فهاد الحراره ديال الحليب، يعني غادي نطفيو عليها. دابا نحركو، المهم العافية طفو عليها منين صافي منين تشوفو داب تخلط مزيان. كتشوفو طفيت عليه دابا، غنخلط مزيان حتى كيتجانس داك الشكلاط. بعد ما درت داب الشكلاط غناخدو هذا واحد من الملعقة ديال النشا، جوج معالق صغار ديال النشا ومايزينا، ملعقة كبيرة. غنخلطها مع شويه الحليب بارد لان الا درتي سخون غادي يتجمع. تقريبا واحد الشويه ديال الحليب، واحد ربع كاس ولا نص كاس الحليب، اربع كاس تقريبا. عاد باش يذوب هاد النشا ومن بعد نديرو مع الشكلاط باش ديك الصلصه تجمع لينا تولي واحد الكريمه. غنديروها مع الطيب. خواتي كما كتشوفوا شعلت دابا البوطه باش كنشوف دابا الشكلاط، لان ما طفات البوطه باش ما يتحرقش. دابا غادي ندير داك النشا مع الحليب نخلطو حتى كيتعق كيعقد. نخلطو نخلطو ما حدكم كتشوفوا كيتجمع، صافي نقصوا العافيه. كنزيد واحد ملعقه ديال السكر ما عمرش بزاف، تخلطوا معاه. فخواتي الكريمه هي هذه، صافي نطفو عليها كتشمع. دابا خواتي غنديروا هاد الكريمه قلنا بالشكلاط، كتجي على الشكل ديروها الوسط سرحوها.
بعد ما درت ديك الكريمه كتشوفوا راه كتجمع، يعني ملي تتكفوها ما تمسوهاش باش ما تخسرش، يعني كتبقى مسرحه، كتجي مسرحه على هذا الشكل. وغادي ندير الشكلاط او اللوز اللي عندكم، شي حاجه في الجناب. كنديروها ما حتى بقى ما نشفاتش في الجناب باش يلصق هذا الشكلاط. صافي كنبقاو على هاد الحاله، بعد تزالي وتشوفوا الشكل ديالها كتجي. غنخليوها حتى كتبرد من بعد نقطعوها، يعني باقا سخونه هي من الداخل، تتبرد مزيان دخلت الثلاجه تلقاو من بعد تشوفوا الشكل النهائي ديالها من الداخل. هاتي الكيكه منين بردات دابا نقطعها تشوفوا كي كتجي، يعني من طابت كي كتكون راه كتنشف من الفوق كتجي ناشفه. ديتنا خواتي هي هادي، بعد ما قطعناها كتكون نتوما كتجي رطبة زوينة بزاف، كتكون بحال يعني طابت في الفران، نتوما خفيفة. الكريمة كذلك راه كتجي مجموعة، طريقة سهلة، كتجي كيك راقي يعني غير في المقلاة كأنك صوبتيها يعني في الفران. نتمنى اخواتي انها تعجبكم هذا الكيك. اخواتي الكيك ديالنا نقطعو، يعني كيكون كيجي رطب، نتمنى انه يعجبكم. هانتوما ما تكونش معجنة، كريمة كتكون مجموعة. ما تنساوش اخواتي لايك اللي عجبتكم هاد الوصفة، وكذلك انكم تشتركوا في القناة اللي باقي ما اشتركتوا فيها. بالنسبة للفستق اللي كتشوفوه ديال الشكلاط كيجي منظر ديالو زوين، الا ما كانش الشكلاط فيه هذاك اللوزه ولا الفستق ديرو شي حاجه اخرى، يعني كاوكاو نقدمها باش نخلط مع الشكلاط تعطي منظر زوين. مع السلامه اخواتي، مع وصفه جديده ان شاء الله، بالصحه والراحه.